This is the Tony! This is the Tony! معركة هي معركة سياسية ولكن تأخذ الوجه الاقتصادي، فنحن قلنا بدنا نواجه ولا حنواجه. في أيار من عام 1992 كانت أول استقالة لحكومة ما بعد اتفاق الطائف، أعلنها رئيسها عمر كرامي. أعلن عن استقالة الحكومة داعيا الجميع إلى وقفة ضمير تتوحد فيها الأهداف الوطنية وتتحقق من خلالها آمال الشعب وطموحاته. عشتم وعاش لبنان. بعد ثلاث سنوات في أيار من العام 1995 أعلن رفيق الحريري استقالة حكومته. أتقدم من فخامتكم باستقالة حكومتي متمنياً لكم التوفيق بمهماتكم في قيادة البلاد وتثبيت. ثم ما لبث بعد أيام قليلة وبعد حضور فاروق الشرع إلى بيروت أن عاد رئيساً للحكومة من جديد. بناء على المرسوم رقم 6810 تاريخ 25/5/95 المتضمن قبول استقالة الحكومة التي يرأسها السيد رفيق الحريري يرسم ما يلي. المادة الأولى: يسمى السيد رفيق الحريري رئيسا لمجلس الوزراء. الحريري استقال مرة ثانية في تشرين الأول من العام 2004 وكان على خلاف كبير مع رئيس الجمهورية آنذاك إميل لحود، صعد إلى قصر بعبدة ووضع استقالته بينه وبين لحود. استدعى فخامة الرئيس عند الساعة 7:40 من مساء اليوم الخميس الواقع فيه 21/10/2004 دولة الرئيس عمر كرامي وكلفه تشكيل الحكومة الجديدة. وقد قبلت هذه التضحية من أجل أن أفعل كل ما أستطيع لتخفيف الأزمة ولوضع حد للانهيار وللتأسيس للإنقاذ. لم ينجح عمر كرامي في وضع حد للانهيار ولا في إنقاذ البلاد مما كان يعد لها. اغتيل رفيق الحريري في شباط من العام 2005. استقال عمر كرامي في 28 من الشهر نفسه. أعلن استقالة الحكومة التي لي شرف رئاستها. في العام 2006 وبعد حرب تموز اعتكف الوزراء الشيعة في حكومة فؤاد السنيورة بعد إقرار المحكمة الدولية في مجلس الوزراء، وبدأت المعارضة اعتصاما كبيرا دام أكثر من سنة ونصف لإسقاط السنيورة، ومع ذلك لم يستقل. يا سنيورة اطلع برا، بدنا حكومة حرة حرة. الحكومة حتى ريح راس الناس كله. الحكومة باقية، ولا في استقالة ولا في تغيير. الحكومة باقية. بعد أحداث أيار من العام 2008 واتفاق الدوحة وانتخابات عام 2009 ترأس سعد الحريري حكومة وحدة وطنية، ما لبثت بعد عام تقريبا أن انفجرت من داخلها بعد استقالة ثلثها المعطل. نعم، سقطت الحكومة، صار في 11 وزير مستقيل. أما اليوم فإني أعلن استقالة الحكومة. جاء دور نجيب ميقاتي الذي كان قد تولى سابقا رئاسة حكومة أجرت انتخابات العام 2005، جاء دوره ليشرب من كأس الاستقالة نفسه. والسلام عليكم.